وحول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا في استوديو مركز الأخبار الدكتور جاسم حاجي المستشار التنفيذي لمركز سمو الشيخ ناصر للبحوث والتطوير في الذكاء الاصطناعي. نرحب فيك دكتور، مرحبا فيك في الاستوديو. دكتور، يعني لو تحدثنا عن أبرز الإنجازات التي تحققت لمملكة البحرين في مجال الذكاء الاصطناعي. طبعا احنا نقتدي بكلمة جلالة الملك المعظم في افتتاح المجلسين في 2019، كان من أوائل القادة اللي يركزون على الذكاء الاصطناعي ويرسمون لنا خارطة الطريق، وأيضا في خلال افتتاح الجلستين الجارية، وأيضا كلمة سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة رئيس الوزراء ولي العهد في الأمم المتحدة حول استخدامات الذكاء الاصطناعي السلمي، وأيضا مبادرة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في الابتكار ومركز سمو الشيخ ناصر للبحوث والتطوير في الذكاء الاصطناعي. نعم. اليوم إذا تكلمنا عن الذكاء الاصطناعي والمبادرات، البحرين تعتبر من أكبر ثلاث دول في المنطقة بحيث إنتاجية الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي، حيث أن إحنا نركز على توليد المحتوى في الذكاء الاصطناعي وليس الاعتماد على برمجيات جاهزة لو يسمونهم off the shelves. فلذلك الاعتماد على البحرينيين والبحرينيين في تطوير الذكاء الاصطناعي وحلول على مستوى دولي، بحيث أن كانت هناك إشادات من وزارة الخارجية الأمريكية في مؤتمرهم الأخير في إسطنبول حيث شاركنا فيه، أيضا في دول أخرى مثل الصين وروسيا وأيضا في بريطانيا، عن دور البحرين في ابتكارات في الذكاء الاصطناعي حيث نتواكب أحدث التطبيقات في الذكاء الاصطناعي على المستوى الدولي. نعم، إذا دكتور نبقى في هذا الإطار، نتكلم عن التطبيقات التي تم يعني تنفيذها في مملكة البحرين، كيف أثرت هذه التطبيقات على مستوى الخدمات المقدمة؟ طبعا بناخذ بعض الأمثلة بالطبع. لأنه هناك كثير من التطبيقات في مملكة البحرين، مثلا في مجال الطبي قدرنا أن عندنا تطبيقات في ذكاء الاصطناعي لتعرف على الأورام السرطانية في بداياته او الليفل 1 او الليفل 2، حيث هناك مساعدات للاطباء باستخدام الذكاء الاصطناعي للتعرف على الام ار ايز او سيتي سكانز. ايضا هناك مشاريع نادره كالصفوف الذكيه، صفوف بدون مدرسين مع استخدام الذكاء الاصطناعي للطلبه. في مجال المالي ايضا التدقيق، حيث يتم التدقيق عن طريق الذكاء الاصطناعي والاستغناء جزئيا عن بعض المدققين. في مجال الصناعة هناك كثير من الإنجازات، حيث أن تطوير في مجال السلامة وفي مجال التعرف أو التنبؤ. نعم. بالأحداث القادمة في مجال النفط والغاز وغيرهم. دكتور، أبرز القطاعات التي تم تنفيذ الذكاء الاصطناعي؟ يمكن اليوم احنا في البحرين محظوظين ان عندنا دعم من سمو الشيخ ناصر محمد آل خليفة في مجال النفط والغاز، وايضا في مجال الألمنيوم، حيث هناك عديد من التطبيقات في القطاعين، حيث يتم تطوير الذكاء الاصطناعي للاستفادة من قبل المهندسين والمهندسات في الذكاء الاصطناعي على جودة وأيضا تنبؤ بالتطورات الفنية في المجال. وهناك أيضا مردود آني عن طريق الذكاء الاصطناعي والتطبيقات. احنا اليوم قاعدين نستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي، حيث هناك يعني دائما حوار بين الأشخاص المختصين والذكاء الاصطناعي للاستفادة والتعلم والإرشاد، فليس هناك رجوع على مثل ما نسوي الكتب الفهرسية اللي في السابق كانوا يستخدمونها للصيانة، اليوم في الذكاء الاصطناعي. وأيضا احنا اليوم قاعدين في البحرين في صدد إنجاز الذكاء الاصطناعي التوليدي أو ما يشابه بالشات جي بي تي، مختص للبحرين ومختص للمؤسسات، بحيث نستغني عن الشات جي بي تي اللي يكون عادة بشكل عام وليست يعني مدربين المودلز على متطلبات البلد أو المؤسسات الأهلية. دكتور، كيف استفادت الكوادر الوطنية في هذا القطاع؟ طبعا اليوم احنا عندنا كثير من الخريجين والخريجات من الجامعات، وليس فقط في مجال الحاسوب، إنما في مجالات أخرى
يركزون وهذا شيء جيد في مجال الذكاء الصناعي. يعني نشوف محامين وأطباء ونشوف المهندسين والمختصين في أمور المالية يستخدمون الذكاء الصناعي، واليوم بيكون الذكاء الصناعي بشكل سلس وأسهل حيث أن بيكون الاستفادة من كثير منه. في البحرين عندنا مشاريع كبيرة أعتقد مثل ما ذكرنا، بحيث أن سوف يكون لنا باع على مستوى المنطقة يكون مركز رئيسي في المنطقة للذكاء الاصطناعي وتصدير الحلول اللي يوجد عندنا. إذن هذا يقودنا إلى سؤال آخر، بأنه كيف يبدو مستقبل الذكاء الاصطناعي في مملكة البحرين، وأيضا ما هي التشريعات التي يمكن أن تتبنى هذا المشروع أو تتبنى الذكاء الاصطناعي لمزيد من تطويره وتعزيز دوره أيضا؟ نرجع مرة ثانية نقول إحنا في البحرين قاعدين نخصص دور الذكاء الاصطناعي في كل قطاع بحد ذاته. يعني ليس هناك تشريعات عامة غير مفيدة في الذكاء الاصطناعي لكل القطاع، لذلك احنا نعمل جاهدا مع عدة قطاعات لنكون تشريعات في الذكاء الاصطناعي والأخلاقيات لكل مجال، يعني في التربية، في الطب، في يمكن في الإدارات الصناعية وغيرهم، لحيث يكون التشريعات مفيدة للعاملين على هالشيء ويكون بشيء مخصص. وبيكون بشكل مستمر نطور في هالتشريعات ايضا. احنا يعني استفدنا من الايسوس اللي قدرنا نحصل عليهم في مجال الذكاء الصناعي، وكنا من اوائل الدول في الشرق الاوسط اللي يعني يحصدون على شهادات ايسو في الذكاء الاصطناعي الحديثه الموجوده في على المستوى الدولي. نعم، إذن دكتور جاسم حاجي المستشار التنفيذي لمركز سمو الشيخ ناصر للبحوث والتطوير في الذكاء الاصطناعي، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم.